قسم النور شالون اشتاء شالون شالون ايه هذا على تحت يعني يا شباب الحمد لله ما في كل واحد كبو يعني شوفت هنا كل نهار هاي الحاله برميل ويا ريت برميل برميلين ما بفض معنا ولا باكثر من 10 برميل يعني من عم نقضيها من 5 الصبح عوض ما نطلع رزقنا ونطلع على بيتنا ونجيب خبز شايفين راسنا لفوق عم نطلع على الطيران الصالون طبعا كنا واقفين حد العلم بامان الله ما في شيء سمعنا صوت البرميل عم بنزل شفت البرميل شلون عم بنزل هون انا من هنيك من الساحه شفته شلون عم بنزل هون طب البرميل انفجر عادي رقدت طلعت في 5 اصابات ويمكن قريب العشرة سياره عم تحترق وفي اطفال طبعا هون يعني لا في مقرات جيش حر ولا في جبهه نصره ولا في دوله ما في شيء طاول الاصابات مرتفعه هون في عندنا دور خبز نحن خبز مجاني هدول اللي عم ياخذوا خبز مجاني هالفقرة هالدراويش هن الارهابيين بنظره لانه ليش لانه سنه هذا ما فعلته طائرات الاسد عشرات البراميل يوميا على رؤوس المدنيين وها هم المدنيون ينتشلون جثثهم من تحت الأنقاض ويلملمون جراح بعضهم من أحياء حلب باسل أبو حمزة حلب اليوم